على النتائج، وقبل النتائج الاداء، ده الاداء بالنسبه لي مهم جدا، مع احترامي برضو لكل الفرق اللي احنا بنقابلها، انما برضو اللعيب عشان تعوده ان كل ماتش بثلاثه بونت والماتش ده زي اللي قبليه واللي بعديه، مهم جدا ان هو يبقى وهو في سن الصغير ده يبقى كل مباراه زيها زي اللي قبليها. وشخصيه برضو لعيب النادي الاهلي انه لازم يبقى كل مباراه الهدف منها المكسب. فالحمد لله احنا ادائنا تقييمنا على الاداء قبل النتيجه، والاداء كويس الحمد لله، بيبقى فيه نتيجه كويسه الحمد لله. الحمد لله يعني الولاد عندي خامات كويسه، وبعدين السن الصغير ده بنحاول نعلمه كل حاجه في السن الصغير عشان يبقى في الخلفيه بتاعته لما يطلع درجه اولى او يطلع فرقه اكبر يبقى عنده امكانيه ومرونه ان هو يتعامل باي طريقه ممكن تتعمل. بس في اساسيات، اساسيات ان هو يبتدي هجمه، النادي الاهلي بيبتدي هجمه، ما بيطفش، ليه شكل وهو بيدافع، ليه شكل وهو بيهاجم، في ارتداد سريع ما بين ده وده، في وجبات دفاعيه لكل لعيب بيقدر يحفظها كويس، ووجبات هجوميه. فالتركيز على الحاجات دي في السن الصغير بيبقى مردودها كويس، والسن الصغير لما بتشتغل معاه يعني النتيجه بتظهر بسرعه. فكمان 10 ماتشات كده ان شاء الله كده، او 11 مباراه ان شاء الله، هتلاقي الاداء بقى احسن والريتم سريع واداء هيبقى احسن ان شاء الله. اوصل لعيبه شخصيه لعيب النادي الاهلي، بيلعب من اول دقيقه لاخر دقيقه، وبعدين بيلعب بينزل يستمتع، يستمتع بالحاجات اللي اتفقنا ان احنا نعملها، اللي احنا بنتمرن عليها في خلال الاسبوع، في خلال فتره الاعداد، في خلال الاسبوع كله او الفتره اللي احنا اشتغلناها كلها بنشتغل على حاجات معينه، الحاجات المعينه دي بيستمتع ان هو بيأديها هو وزميله، في ربط ما بين الاثنين اللي في القلب والاثنين اللي قدام، فاللعب الجماعي كمان بيعلي المستوى، فانا بحاول احافظ ان في رتم جماعي وفي رتم سريع شويه. اولا اقول لك الف مبروك والحمد لله على الفوز، ومش هقدر اقول اكتر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكافئ البني ادم اللي هو بيتعب، فاحنا بنتعب وبننفذ برضو كل اللي مطلوب مننا من الكابتن اكرامي كبرنامج بننفذه بحسافيره طبعا، وبنتعب مع الاولاد، فهو الولد مروان ربنا بيكرمه لنتيجه من تعبه هو وزمايله برضو يعني. والله هو ده يرجع لمجهود الولد، مش مجهود انا، مجهود الولد، لان الولد بيتعب بيجتهد بيهين نفسه شويه في التمرين، فربنا بيكافئه نتيجه تعب. والله يا بص، يا ضربات الجزاء دي بتبقى توفيق من عند ربنا، بس مش هقدر اقول لك اللي انا بمرنه او بمرنوش عليها، لا لازم بعد نهايه التمرينات بنشتغل على ضربات الجزاء، والولد عنده حته الرؤيه ونظره كويس جدا على الكوره، فبيبقى وحده تركيزه او مركز جدا مع الكوره، فعشان كده بيبقى فيه توفيق، لكن هو الولد بيجتهد وربنا يوفقه ان شاء الله.